تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، أقيم صباح اليوم حفل تدشين التطبيق الذكي للتواصل والارتقاء بالخدمات الذي أطلقته المحافظة الجنوبية، وذلك بدعوة من محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، وبحضور الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخلية وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة. وفي تصريح لسموه قال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء: يسرني الإعراب عن الشكر والتقدير لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية لدعوته لرعاية إطلاق هذا التطبيق الذي يأتي في إطار جهود المحافظة وسعيها المستمر لتعزيز التواصل مع أهالي المحافظة وتوفير الخدمات الذكية لهم من حيث السرعة والجودة، مقدرا لمعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية جهود وتوجيهات معاليه في هذا الشأن. إن هذه المبادرة تأتي ضمن سعي الحكومة وجهودها المتواصل للارتقاء وجهودها المتواصلة للارتقاء بالخدمات الإلكترونية في كافة القطاعات لتكون مواكبة للتطورات المعلوماتية المتسارعة تحقيقا للمزيد من الإنجازات والخدمات في مجال تقنية المعلومات لمواطني مملكة البحرين والمقيمين فيها. وأنتهز هذه المناسبة لدعوة كافة الأجهزة الحكومية وهيئاتها للتعاون فيما بينها لمواصلة العمل لتطوير الخدمات في قطاع تقنية المعلومات ونشر ثقافة المعرفة والمشاركة فيما بين الأفراد والمؤسسات وكافة قطاعات المجتمع بما يؤدي إلى سرعة الإنجاز وتوفير الجهد والوقت دعما لجهود استدامة التنمية الشاملة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنماء لما فيه خير الوطن العزيز والمواطنين. ثم تفضل سمو راعي الحفل بتدشين تطبيق الجنوبية تلاه فيلم قصير يوضح الأهداف التي أنشئ من أجلها وأهميته كقناة تواصل مبتكرة ضمن منظومة التواصل في المحافظة الجنوبية، مبينا الخدمات التي سيقدمها التطبيق للمواطنين. بعد ذلك تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات راعي الحفل بتكريم الشريك الاستراتيجي والمتمثل في شركة فيفا للاتصالات، حيث تسلم الرئيس التنفيذي المهندس نزار بنابيلة درعا تذكاريا تقديرا لشراكتهم المميزة، كما تسلم الدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات درعا تذكاريا تقديرا لدعم الشركة لتطبيق الجنوبية. وفي ختام الحفل قام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة بتقديم هدية تذكارية لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، تلا ذلك قيام سمو راعي الحفل بجولة في المعرض الذي أقامته المحافظة المتضمن مجموعة من الإنجازات التي تمثلت في جانب التواصل والأمن والمشاريع التنموية وتعزيز العلاقات الدولية بمشاركة عدد من منتسبي المحافظة.
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، راعي الحفل الكريم، معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية حفظه الله، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء الأفاضل، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرحب بسموكم الكريم في مقر المحافظة الجنوبية، محافظة العز والتاريخ، في هذا اليوم التاريخي الذي تشهد فيه محافظتنا العامرة إطلاق خدمة حديثة مبتكرة وقناة من قنوات تواصلها الدائم مع المواطنين، وإنجاز من إنجازات المحافظة الجنوبية ألا وهو تطبيق المحافظة الجنوبية. سمو راعي الحفل، إن تشريف سموكم لنا ورعايتكم لحفلنا هذا وزيارتكم الكريمة لمقر المحافظة الجنوبية بحضور وتشريف معالي وزير الداخلية حفظه الله مناسبة عزيزة وتاريخية تفتخر بها المحافظة الجنوبية كافة، وتعكس مدى اهتمام سموكم الكريم بدعم كافة الإنجازات والمبادرات الحكومية لدعم التواصل واسهامات جهاتها الموقرة لتنويع وتحديث وتطوير برامجها وأنشطتها الإلكترونية، خاصة في المجال الإلكتروني والتقني، حيث تقوم المحافظة الجنوبية اليوم بإطلاق أحدث خدماتها الذكية تطبيق الجنوبية تحت رعاية كريمة من قبل سموكم حفظكم الله. سمو راعي الحفل، إن في العهد الزاهر الميمون لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تشهد المحافظة الجنوبية بفضل توجيهات جلالته حفظه الله ورعاه تنمية شاملة ونموا وازدهارا في المجال الأمني والاجتماعي والتنموي، بل في سائر المجالات والميادين كافة، وبفضل الدور البارز الذي تقوم به الحكومة الموقرة بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو الملكي الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، فسموه الداعم الأول لمشاريع المحافظة الجنوبية وتنميتها، وباني نهضة بلادنا المباركة وقدوة في التواصل والعطاء، وبفضل الرؤية الحكيمة المستقبلية لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، تحقق المحافظة المزيد من الرفعة والتقدم والمكتسبات الوطنية الحديثة. سمو راعي الحفل، أننا في وزارة الداخلية وبالتوجيهات المباشرة والكريمة والدعم اللامحدود من لدن الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية حفظه الله، تقوم المحافظة الجنوبية بترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز التواصل المباشر مع الأهالي والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، حيث يعتبر التواصل المباشر مع المواطنين على رأس أولوياتنا وغاية أساسية تسعى إلى تحقيقها المحافظة الجنوبية بأفضل السبل تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية حفظه الله. سمو راعي الحفل، نشهد اليوم إطلاق قناة جديدة من قنوات التواصل، وأن تدشين تطبيق الجنوبية يأتي ضمن حرص المحافظة الجنوبية وسعيها لتعزيز التواصل الإلكتروني مع كافة فئات المجتمع ولترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال تدشين وسيلة إعلامية إلكترونية فعالة تعرض مشاريع ومناسبات وفعاليات المحافظة وتتلقى آراء ومقترحات المواطنين، وتقدم لأهالي المحافظة الجنوبية قناة هامة للتواصل المباشر، وذلك ضمن استراتيجية المحافظة الجنوبية لاعتماد الأنظمة الإلكترونية الذكية، فتطبيق الجنوبية يحتوي على العديد من البرامج والمحتويات الإلكترونية الشاملة. سمو راعي الحفل، اسمحوا لي أن أعبر لسموكم عن بالغ الشكر والاعتزاز بهذه الزيارة الكريمة التي تجسد حرص واهتمام سموكم الكريم ودعم سموكم للإنجازات والمبادرات الحكومية الرائدة، وإذ تشرفت اليوم المحافظة الجنوبية برعايتكم الكريمة لتدشين تطبيق الجنوبية، كما نؤكد لسموكم الكريم أننا ماضون بالعهد لتقدم المحافظة الجنوبية وازدهارها لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات، وأنني أرفع عظيم الشكر وخالص الامتنان لمعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية
على كل ما تحظى به محافظتنا من دعم ومساندة ورعاية من لدن معاليه الكريم. واسمحوا لي سموكم أن أرفع بالغ الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة وتحقيق هذا الإنجاز الرائد على أرض الواقع، مثمناً ومقدراً جهود شركة فيفا للاتصالات كشريك استراتيجي، والدور البارز لدعم شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، كما أشكر كافة منتسبي المحافظة الجنوبية وكل القائمين على هذا الإنجاز الباهر. حفظ الله سموكم وشكراً لكم على هذه الرعاية الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجنوبية هو مسمى واسع لتطبيق إلكتروني ذكي سعت نحو تصميمه وتفعيله المحافظة الجنوبية، حرصا نابعا من سياستها الثابتة في تعزيز صور التواصل ونشر الخدمات الذكية والارتقاء بجودتها حتى يحسن تقديم مضمونها بشكل مرن للأهالي والمواطنين ومختلف شرائح المجتمع. نشهد اليوم إطلاق قناة جديدة من قنوات التواصل، وأن تدشين تطبيق الجنوبية يأتي ضمن حرص المحافظة الجنوبية وسعيها لتعزيز التواصل الإلكتروني مع كافة فئات المجتمع ولترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال تدشين وسيلة إعلامية إلكترونية فعالة تعرض مشاريع ومناسبات وفعاليات المحافظة وتتلقى آراء ومقترحات المواطنين، وتقدم لأهالي المحافظة الجنوبية قناة هامة للتواصل المباشر. يعتبر الاسترفاد بأحدث التقنيات التكنولوجية التي تعزز من آلية وكفاءة الخدمات الموجهة للمستهدفين استكمالا لسلسلة طويلة ومتنوعة من الخدمات الذكية الحضارية والحديثة التي تقدمها المحافظة الجنوبية لمواطنيها بشكل مستمر. التطبيق يسهل على الشخص أو أهالي المنطقة الجنوبية بالتواصل اللي ما يقدرون يوصلون له بطريقة معينة، سواء رأي أو سواء مطالبة أو سواء أفكار أو مقترحات أو مبادرات، تكون تسهيل الأمر لهم. فالحياة هي اليوم مع سرعتها يجب على الجميع أن يسهل حياة المواطن والمقيم. إن أهمية إطلاق تطبيق الجنوبية كإضافة ناجحة ضمن باقات التواصل المبتكرة مع المجتمع المحلي يأتي من باب ما ترتجيه المحافظة وعبر نافذة التطبيق العولمية المستحدثة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على جميع من يقطنون داخل حدودها. استثمار مدروس من قبل الجنوبية في تطبيق الجنوبية التفاعلي، فهو من سيتكفل في مد جسور من التقارب والتواصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وسينجح بلا أدنى شك في إيصال الآراء والتطلعات بهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي تحقيقا لمعالم التنمية الخدمية والمهنية والمجتمعية. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.